مرحبا، انا الدكتور سفيان حوراني من اليف اكسبرس. هدفنا باليف اكسبرس انه نعلم الناس كيف يفهموا كلابهم وكيف يتواصلوا معهم. بمجرد ما يصير هذا التواصل راح تكسبوا صديق جديد. اليوم حكت معنا سوزان عندها مشكله مع كلبها اللي اسمه فتوش. فتوش مشكلته انه شرس مع اي حدا غريب، مع الحرس تبعون البيت، مع السواقين، مع الناس اللي بالشارع، الاولاد الصغار، حتى البسس والغنم. حتى اهل البيت لما يحاولوا يمنعوه عن هاي الشراسه بصير شرس معهم. خلينا نشوف زيارة فريق أليف إكسبرس لبيت سوزان وكيف راح يتعاملوا مع فتوش. على حدا غريب بهجم؟ إذا ماشيين بالمشوار طيب وهيك حدا غريب؟ حتى هيك أنا مستغرب لأنه معك لو بالعادة كان بيكون صار بعدين طلع الفريق مع سوزان وفتوش للشارع عشان يحاولوا يحلوا مشكلة العدائية تجاه الناس اللي بالشارع والحرس والسواقين والولاد الصغار. دربوا كيفك؟ مرة حصل عليك. هون قربنا من السواق الأول اللي كان دائما يحاول فتوش إنه يهجم عليه. وعلى غير العادة فتوش كان هادي ولا عنده ولا عند باله. حتى العسكري قرب منه وفتوش ما عبره على غير عادة. وبعدين راح الفريق وسوزان مع فتوش لعند محمد اللي هو الشوفير الثاني اللي بيكون عدو ولدود لفتوش. بالبداية حاول فتوش انه يهاجمه بس وقفه المدرب وصار يعطي تعليمات لسوزان يعلمها كيف تتعامل معاه بهيك مواقع. بعد ما هدوه صار المدرب يمشي مع فتوش باتجاه محمد. بعدين صار يلف حواليه والمفاجأة انه فتوش ما حكى اشي مع محمد ولا عبره، صار محترم. ضفة مرت عطية غنم مع اولاد صغار رعيان وهذا تحدي كبير لفتوش. فراح فريق اللي في اليف اكسبرس سوزان وفتوش صار يمشوا باتجاه القطيع. فخلينا نشوف شو راح يصير. وكانت المفاجأة انه فتوش ما عوى عليهم ولا مرة وظلوا محترم. طبعا سوزان ما عم بتصدق اللي عم بصير. كمل الفريق مشي مع سوزان وفتوش وقعدوا يشرحوا لها انه لازم تتعامل معاه بقوه نفسيه مش جسديه عشان تضبطه. هاي قوه نفسيه، هذيك قوه جسديه. الناس قوه جسديه مع كلب ما بنحتاجها. بالطريق لقينا عسكري ثاني كان دائما فتوش يعوي عليه. صار العسكري يمشي قدامه وما كان في اي رد فعل لفتوش. وسالنا سوزان عن تجربتها هي وفتوش مع مدرب الكلاب القديم. وهلا خلصت جولة فريق أليف إكسبرس مع سوزان وفتوش وإجا وقت البريك.
وهلا صار وقت اللعب بين مدرب فريق أليف إكسبرس وفتوش. صار فريق أليف إكسبرس يعطي تعليمات لسوزان وأهل البيت كيف يتعاملوا مع فتوش وشو الشغلات اللي يبعدوا عنها بالتعامل معه. فتوش عمره 2، أنا كثير بحبه على أساس كان كثير بحب الناس، بعدين فجأة صار عنده فيل أجريشن، صار أي حدا بيقرب أو أي حدا بيجي بالسريع بهجم عليه، ما بنسترجي نجيب ناس على البيت، ما بنسترجي حدا من أصحابي يجي يزور البيت لأنه على السريع منخاف إنه يهجم. نعمل حساب دائما وين فتوش قبل ما يدخل اي حد على البيت، لانه حاول يهجم عليه بالاول، انا قلت خلص رح يعض رح ياكله يعني، بس اسم الله اول ما اجى وقف قدامه على السريع هدي وات واز اميزنج. انا لهلا مش قادره اصدق، بالعاده ات تيكس مي لايك هاف ان اور تو ان اور اني اعرف فتوش على اي حدا يقدر بس يسترجي يقرب عليه. مشكله فتوش انه كان في مس كوميونيكيشن بينه وبين سوزان واهل البيت، يعني ما كانوا فاهمين عليه ولا هو كان فاهم عليهم، مما ادى لهي المشكله. Thank you, Aleef Express. Thank you, thank you, thank you, Aleef Express. Thank you very much. Thank you, Aleef.